إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله الذي أعز وأزل وهدى وأضل. اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الحامدون من جميع خلقك. لك الحمد كما أقول وخير مما أقول وكما أنت به تقول. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت وملء ما خلقت وزنة ما خلقت. لك الحمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف فيحمده لساني كل حين ويعرفه فؤادي باللطيف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وسجدت له الجباه وخشعت له الأصوات ورغمت له الأنوف. يا من أجبت نوحا فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون، يا من جعلت الحوت يلفظ يونسا وحفظته بشجرة اليقطين، يا رب إنا مثلهم في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى صاحب الحوض المورود والصراط الممدود واللواء المعقود، صلوا عليه. رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا ترد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. لا تخرجنا من مكاننا هذا إلا وقد فرجت كروبنا وقضيت ديوننا وغفرت ذنوبنا وأعطيتنا حتى أرضيتنا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيا أيها المسلمون، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الآباء الأعزاء، ما أجمل أن نعيش مع طرف من هدي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأطفال. قلت قبل ذلك إن أردتم أن تنظروا إلى مستقبل أي أمة فلا بد أن تنظروا إلى شبابها، وإذا أردتم أن تنظروا إلى الشباب فانظروا إلى الأطفال. ولذلك لما تحدث الله عز وجل عن الهدف من الزواج في الإسلام جعل وجود الطفل الذي يسبح الله بالغدو والآصال. تأملوا كيف أن الله عز وجل امتن على الناس بوجود الأطفال. قال عز وجل على لسان هود: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. فامتن الله عز وجل عليهم على لسان هود، وحينما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل قال: وأمدكم
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم إن الله عز وجل جعل الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، قال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولعلني من خلال ذلك أوضح لماذا قارن الله بين المال والبنين وبين الباقيات الصالحات. أقول: لما كان الناس يتفاخرون، أنتم فيما بينكم تتفاخرون بالمال والبنين، والفخار يوم القيامة يكون بالأربع كلمات وهي الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه هي الباقيات الصالحات. لقد امتن الله عز وجل وجعل من أهداف الزواج وجود الذرية، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه الآية وردت في سورة النعم وهي سورة النحل، يمتن الله عز وجل على العباد من خلالها. ولذلك أيها الموحدون، لقد وضع الإسلام قواعد لحماية الطفل ولتربيته، فإما أن يكون نعمة في ميزان حسناتك، وإما أن يكون نقمة في ميزان سيئاتك. ولعلكم تلحظون حينما تحدث الله عز وجل عن الأطفال والأموال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف تتحول هذه النعمة إلى فتنة؟ أقول: بالتفريط فيها. فقد تحولت من نعمة تكون في ميزان حسناتك. قال صلوات ربي وسلامه عليه والحديث عند البيهقي: يرفع للرجل درجة أو ترفع له درجة في الجنة لم ينلها بعمله، فيقول: أي رب، لم أعمل حتى أصل إلى هذه الدرجة. فيقول الله عز وجل: ذلك بدعاء ولدك واستغفاره لك من بعدك. فالإنسان قد يصل إلى درجة لم يصلها بعمله. كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ من خلال هذه التربية التي أرادها الله عز وجل. ولذلك وضع الإسلام قواعد وحقوقا للطفل، ومن أهم هذه الحقوق قسمها العلماء إلى ثلاثة حقوق: حق يتصل بالطفل قبل أن يولد، وحق من الولادة إلى الفطام، وحق من الفطام إلى أن يشب. فأما الحق الأول فهو قبل أن يولد، هذا يتصل باختيارك لزوجتك، باتصالك أو باختيارك لأمه، وباختيار الأم لأبيه. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع. وذكر صلوات ربي وسلامه عليه من هذه الأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كثير من الناس يلتبس عليه الأمر في أن النبي يقدم الدين فقط. أقول لك: لا، حرص النبي على الجمال مع المال مع الحسب مع الدين، فإن اتفقت الأمور فلا بد من تقديم الدين في الأمر الأول. ولعلكم تلحظون من خلال ما أذكر هنالك قصتان عظيمتان في تاريخنا من خلال حسن الاختيار. أما عن الأولى، كثير منكم يسمع عن عبد الله بن المبارك. هذا العالم طبق الدنيا علما وسار بحديثه الركبان هنا وهناك. أتدرون من هو عبد الله بن المبارك ومن أبوه؟ كان أبوه في مر، وكان حارسا لبستان من البساتين. فجاء صاحب البستان يوم من الأيام وقال له: يا مبارك، ائتني برمان. أتاه ببعض الرمان فوجده حامضا فنهره. قال: ألا تعرف الحلو من الحامض؟ حارس للبستان. فقال له المبارك: لم تأذن لي أن آكل من هذا الرمان، وإنما أنا حارس أمين. فلما علم بأمانته قال له: عندي يا ابنه،
وأريد أن أزوجها، فلمن أزوجها؟ أريد أن أزوج ابنتي، وكانت من أجمل نساء عصرها، وكانت عالمة فاضلة جمعت كثيرا من كتاب الله. فقال المبارك: إن العرب يزوجون على الحسب، وإن الروم يزوجون على المال، وإن الفرس يزوجون على الجمال، وإن نبيك يزوج على الدين، فانظر بأيهم تقتدي. قال: بل أقتدي بسيد الخلق، زوجتك ابنتي. فلما تزوجها من حكمة الله البالغة أن الله عز وجل لما عف هذا عن البستان سيق إليه البستان، بل وصاحبة البستان. فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. وأنجبت عبد الله بن المبارك عالم الدنيا الذي طبق الدنيا علما. هذه قصة تدل على حسن الاختيار، حسن الاختيار مع نجم الدين أيوب. أتدرون من هو نجم الدين أيوب؟ نجم الدين أيوب هو والد صلاح الدين الأيوبي. كان أخوه يعتب عليه بأنه لم يتزوج بعد، فسأله يوم الأيام، قال له: لما لم تتزوج؟ قال: أنا أريد امرأة ولم أجد هذه المرأة. قال: فما صفاتها؟ قال: أريد امرأة تأخذ بيدي إلى الجنة، أريد امرأة تتقي الله في، تقن الله منها ولدا يكون سببا في تحرير بيت المقدس، ويكون سببا في إدخال السرور على فقراء المسلمين وضعفائهم. وبينما هو كذلك أحجم عن الزواج، قال: كنت في تكريت، وتكريت هذه بالعراق، وولد صلاح الدين بتكريت. دخلت أحد المساجد فاستمعت إلى الشيخ في درس، وبينما هو كذلك إذ جاءت امرأة أو فتاة من وراء حجاب، فقالت له: أنا أريد أن أتزوج يا شيخ، ولكن تقدم لي فلان وفلان وفلان على مال وعلى جمال ورفضتهم جميعا. فقال لها الشيخ: فماذا تريدين؟ قالت: أريد رجلا يأخذ بيدي إلى الجنة، ويرزقني الله عز وجل منه ولدا يكون سببا في تحرير بيت المقدس. فما كان من نجم الدين أيوب إلا أنه كبر، وهنا وجد ضالته التي يبحث عنها، فذهب إلى الشيخ فخطبها. ففي هذه اللحظات بعد أن تزوجها رزقه الله عز وجل صلاح الدين الذي حرر بيت المقدس. وكان في مرتع صباه يلعب مع البنات وهو طفل، فكانت أمه تزجره وتقول له: يا بني، ما لهذا قد أنجبتك؟ إنما أنجبتك حتى تحرر بيت المقدس. انظروا، ما زال صلاح الدين الأيوبي يضع خطة لمستقبله حتى حرر بيت المقدس. هذا يدل على التربية، الاختيار. لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سوء الاختيار. أغلب حالات الطلاق التي ظهرت في المجتمع بسبب سوء الاختيار. عندنا قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمعات، وهي الطلاق المبكر، سنة أولى زواج. تجد أكثر الحالات التي تأتيني حوالي 60% من المطلقات سنة أولى زواج. السبب هو سوء الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. دينه وخلقه، الدين لا يكفي، الدين الظاهري والشكل لا يكفي، إنما قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق مع الدين. وتعريف الخلق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أثنى رجل على رجل، فسأله عمر رضي الله عنه: هل تعرفه؟ قال له: لا. قال: فلما أثنيت عليه؟ لعلك رأيته وهو يصلي في المسجد. قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: هل صحبته في سفر؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذا لست تعرفه.
سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق العباد. إن أردت أن تحكم على أخلاق شخص فاصحبه في سفر، فإن السفر يفضح أخلاق الناس ويسفر عن أخلاق العباد. هذا أول حق من حقوق الطفل قبل الزواج، هو أن تختار له أما، وأن تختار المرأة له أبا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اختيار 10 صفات في المرأة: المرأة الحنانة والمنانة والأنانة والحداقة والشداقة والبراقة والخراجة والولاجة. فأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي حذر من هذه الصفات: أول صفة في المرأة لا يجوز لك، وهذه رسالة للشباب. المرأة الحنانة هي التي تحن إلى بيت أبيها، فإذا منفصلت المرأة إلى بيت زوجها فلا يجوز لها أن تحن إلى بيت أبيها. وأغلب حالات الطلاق بتحدث حينما تريد أن تذهب في كل ليلة وفي كل أسبوع وفي كل شهر. الحنانة والمنانة هي التي تمتن على زوجها بأنها فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. أما عن الحنانة والمنانة والأنانة هي كثيرة الأنين. أما الحداقة كثيرة الزينة حينما تخرج، تكثر من الزينة. أما الحداقة فهي التي تنظر في كل أمر، تنظر عند الجيران بأن امرأة فلان قد أتى لها زوجها بحلي، وأتى لها بستائر، وأتى لها ببعض الأشياء، وهكذا تضع أنفها وعينها في كل شيء. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. حذر عليه الصلاة والسلام أيضا من الخراجة والولاجة، كثيرة الخروج والدخول. وهكذا أيها الموحدون، هذا أول حق. الحق الثاني قبل أن يولد الطفل حقه وهو جنين. لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالجنين، فحرم الله عز وجل الإسقاط والإجهاض إلا بعلة ربما تؤدي إلى الضرر بالمرأة. أما إن حملت المرأة سفاحا فلا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال، حتى إن كان ابن يوم أو يومين أو أسبوع. هذا قول المالكية والشافعية وكثير من الفقهاء، لقوله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. انقسمت البويضة، لا يجوز لك أن تعتدي على خلق الله. وهنالك بعض العلماء أجاز الإجهاض إن كان لعلة قبل أن ينفخ فيه الروح، قبل 4 أشهر. وإن كان الرأي الراجح لا يجوز الاعتداء على خلق الله عز وجل ما دام الله قد وضعه في قرار مكين كما قال ربنا تبارك وتعالى، فلا يجوز الاعتداء على الجنين. ومما يدل على ذلك أن الإسلام رفع التكاليف عن المرأة في الصيام، فأباح للمرأة أن تفطر في رمضان. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى في إقامة الحدود، حتى في إقامة الحدود لا يجوز أن يقام الحد على المرأة وإن كانت مخالفة لشريعة الإسلام. جاءت المرأة الغامدية إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم، فقالت: يا رسول الله زنيت فطهرني فإني امرأة حبلى من الزنا. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليها فقال: اذهبي حتى تضع الحمل. ذهبت المرأة ووضعت الحمل، وجاءت وطفلها في يدها. نظر النبي إلى الطفل وقلبه يتقطع ألما وحزنا، فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة: اذهبي حتى تفطميه. ذهبت المرأة ورجعت، قالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. وجاءت وولدها في يده كسرة، دليل على أنه قد استغنى عن اللبن وقد فطمت. فقال عليه الصلاة والسلام ورفع الطفل: من يكفر هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين.
يعني السبابة والوسطى، من يكفر هذا على الرغم من أنه ابن زنا، ولكن لا جرم له، وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العذاب، ليس له ذنب. قال: من يكفر هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين السبابة والوسطى. فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. وكفله. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفرة فحفرت لها، وبعد أن حفر لها إلى صدرها رجمت وطهرت، سال الدم على ثوب خالد بن الوليد فلعنها وشتمها. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على خالد، قال: يا خالد، والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا خالد، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. وما هو المكس؟ المكاس هو الظالم الذي يطوف بالأسواق ويأخذ أموال الناس ظلما. وفي الحديث الذي رواه أحمد: لا يدخل الجنة مكاس. إذا كانت هذه تاب التوبة، لو تابها مكاس لغفر الله له، دليل على أن الله طهرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على جنينها وحافظ على وليدها، وهذا يدل على اهتمام الإسلام أيها الموحدون بالطفل قبل أن يولد، حافظ على حقوقه وهو في بطن أمه محفوظ الحقوق، حافظ على ماله وهو في بطن أمه. هذا أول حق. أما الحق الثاني من حقوق الطفل فبعد أن يولد مباشرة، أول حق من حقوقه البشرى، سواء كان بنت أو ابن، سواء كان طفل أو طفلة، سواء كان من البنين أو البنات. ولذلك بشر الله عز وجل يحيى أو زكريا بيحيى، وبشر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بإسحاق، وبشره بإسماعيل، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم هو سيدنا إسماعيل، وبشرناه بغلام عليم وهو سيدنا إسحاق. دل ذلك على أن البشرى أول شيء بعد أن يولد الطفل. بعد أن يولد الطفل مباشرة يبشر أهله، وكان من عادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبشرون حتى إن كانت أنثى. نعم، فقد جعل الله عز وجل الأنثى هبة من الله، كما جعل الذكر هبة من الله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه الآية جعلت أصناف الناس أربعة: إما أن تجد شخصا معه بنين وبنات، وإما أن تجد شخصا معه بنين فقط، وإما أن تجده معه بنات، وإما أن تجده عقيما. فهذه الأصناف الأربع التي قسمها الله، ومن لطائف ما قاله ابن القيم رحمه الله: قدم الله البنات على البنين في الآية، يهب لمن يشاء إناثا. لماذا؟ قال: قدم الله ما كانت تؤخره الجاهلية. فكانت الجاهلية أو أهل الجاهلية يؤخرون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون على ذل، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. حرم الإسلام الإجهاض، وجعل الإجهاض اعتداء وقتلا للنفس، ومن قتل أو أجهضت فكأنما قتلت الناس جميعا. قال عز وجل: فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، قال:
أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ قال ابن مسعود: قلت أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فهذه هي أكبر الكبائر على الإطلاق، منها الإجهاض. كذلك بعد أن يولد الطفل يؤذن في أذنه: اليمنى يقام في الأسرة وفي اليسرى. وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يطرق التوحيد أذن الطفل من أول وهلة. ما من طفل إلا ويتغلب عليه الشيطان فيصرخ حينما يأتي. أي طفل بيولد بيصرخ. السبب في صراخ الطفل أن الشيطان يعصره عصرة، كما في الحديث الذي راه مسلم. وما من شيطان إلا ويعصر الطفل إلا اثنين فقط عصمهما الله عز وجل من عصرة الشيطان: عيسى عليه السلام وأمه بسبب دعاء أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يعصره الشيطان حينما ولد عيسى عليه السلام. كذلك من حقوق الطفل، وهي كثيرة، بعد التأذين وبعد الإقامة في أذنه، بعد ذلك ما التسمية، وأن تحسن اسمه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. وكم غير النبي من أسماء، غير عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأسماء. يمشي النبي عليه الصلاة والسلام بين واد فيسأل عن هذا الواد فيقال له: هذا الواد يسمى بفاضح ومخزي. النبي عليه الصلاة والسلام يتجنب الطريق ولا يمر بين هذا الوادي. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو سأل يوم الأيام صحابيا: ما اسمك؟ قال: حزن. والحزن هو الصعب. وفي الحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن وليس الحزن. هناك فرق بين الحزن والحزن والحزن. فأما الحزن فهو الصعب، يعني أخلاقه صعبة، يعني عصبي. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا، لن أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب: جدي رفض أن يغير اسمه ما زالت الحزونة فينا منذ أن رفض جدي أن يغير اسما سماه به رسول الله. تأملوا. قال ابن القيم: قل أن تجد شخصا إلا وأن تجد له من اسمه نصيبا. من الذي يسوق الاسم؟ الله عز وجل هو الذي سماك قبل أن يسميك والدك أو أمك. فالله عز وجل هو الذي يسوق الأسماء، أن نحصن الأسماء. كذلك العقيقة، وهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السابع أو يوم الـ14 أو يوم الـ21. قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقة يعق. والعقيقة معناها القطع، يقال عق أي قطع، منها عقوق الوالدين. وسميت بذلك لأنه يلحق في يوم السابع حلق شعر المولود أو الوليد، يحلق شعره ويتصدق بثمنه فضة. وحلق الشعر للوليد له آثار طبية معروفة عند الأطباء، وهنالك دراسات كثيرة في تفتيح مسام الرأس وغير ذلك، وإدخال السرور على الفقراء. هذه حقوق واضحة أيها الموحدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فما زلنا أيها الموحدون عن حقوق الطفل، هذه الأمانة التي سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. قال بعض العلماء، وهو سعيد بن المسيب، قال: إن الله عز وجل يسأل الوالد قبل أن يسأل الولد يوم القيامة.
الله عز وجل سيسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده. وتأملوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه بعض الأولاد يشكو أباه، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب واستدعى الوالد، قال له: يا أمير المؤمنين، الولد يتكلم، أنطقه الحق، قال: أليس لي حقوق؟ قال: نعم. قال: فما حقوقي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يختار لكم أما صالحة، وأن يحسن اسمك، وأن يعلمك كتاب الله. هذه الحقوق تدور مع حقوق الطفل من أو قبل الولادة وبعد الولادة وبعد الفطام. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما اختار لي أما، إنما اختار لي أما أعير بها، وسماني جعلا، جعران يعني أو خنفساء، ولم يعلمني آية في كتاب الله. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أنه نهر الرجل الشاكي، ثم قال: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. من الحقوق أيضا بعد الولادة الختان، والختان واجب وفرض للرجال، حتى أبو حنيفة قال: لا تجوز الصلاة خلف الأقلف، يعني غير المختتن، ولا تجوز شهادته، وهذا قول ابن عباس. وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، اختتن بالقدوم، والقدوم هي آلة بالتخفيف ليس بالتشديد، يقال القدوم وليس القدوم. اختتن، وأول من اختتن هو إبراهيم، وهذه من عشر الفطرة. قال عز وجل: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، منها الختان. أما بالنسبة للإناث فهي أو الإناث فهي مكرمة كما ورد، وقيل هي عادة لا أصل لها في الدين، وكل من رسول الله ملتمسه. قيل هي مكرمة للنساء، وهي قول كثير من الفقهاء، وقال بعض المتأخرين: إنما هي عادة لا أصل لها في الدين. إذا من خلال ذلك، هذا أو هذه هي أهم الحقوق أيها الموحدون للطفل، ومنها العدل والرحمة. نتأمل قول سيدنا جابر بن عبد الله أو أنس بن مالك، قال: ما رأيت أحدا أرحم بالأطفال من رسول الله، لم يكن أحد من الناس أرحم بالأطفال من رسول الله. ومما يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال، ما ضرب ولا نهر ولا زجر طفلا قط، مستحيل. لما خادم يخدمه 10 سنوات وهو طفل، سيدنا أنس، وأنس كل يوم له مخالفات مع سيد الخلق، ولكن ما زجره، قال: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته أو فعلته لما فعلته. دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرأف الناس بالأطفال. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لما ينزل من على منبره: إذ جاء الحسن والحسين يتعثران بثوبيهما، ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ويأتي بهما ويصعد بهما المنبر. لما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأمامة بنت زينب، فإذا ركع ركع بها، وإذا سجد وضعها على الأرض حتى يسجد. هذه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال. انظروا إلى مرض النفوس. في خلال الأسبوع الماضي عدة حوادث تدل على بشاعة الأمر. إذا كان الله ضرب الرحمة بالأم، لله أرحم بهذه الأم بولدها. فإذا كانت الأم قسى قلبها فصار كالحجر، المرأة التي حبست ابنها 10 سنوات ولسه أول امبارح في قطور بالغربية، حبست ابنها 10 سنوات، ظل 10 سنوات محبوس كأنه في كهف، وخرج كأنه من أصحاب الكهف بعد أن ابتلي بكل الأمراض 10 سنوات. 10 سنوات، كثير من هؤلاء أثرت عليهم الحياة المادية أو ضغوطات الحياة، وبعضهم تأثر ببعض يعني الأمراض النفسية.
أغلبهم إما أن تجده مريضا نفسيا. كيف نستطيع الإنسان مننا أن يتزوج وبعد كده بعد أن يتزوج يصبح كأنما هو أشبه ما يكون مغتال لبراءة طفله، إما بالكي بالنار وإما بالضرب وإما وإما وإما، كل هذه الأمور نجدها في المجتمع الذي نعيش فيه. ولذلك لابد أن ننظر قبل أن تزوج ابنتك وقبل أن تتزوج أنت، لابد أن تنظر إلى مستقبل الأمانة التي سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. أين نحن من حقوق الأطفال؟ أين نحن من الرحمة بالأطفال؟ إن أردتم أن تنظروا إلى مستقبل الشباب فانظروا إلى مستقبل الأطفال. قال بعض علماء النفس: أعطوني 7 سنوات الأولى من حياة الطفل وستجدون كيف يصير المجتمع ويسير. كيف يصير هذا المجتمع؟ أول 7 سنوات هي التي تشكل نفسية الطفل. فإن ولد الطفل في بيئة هنالك تغتال فيها براءة الطفولة، وهنالك العنف الزوجي، وهنالك المعارك الطاحنة، فستجدون أن هذا الطفل أثرت عليه هذه المعيشة بعد ذلك، إما أن يخرج قد انفلتت أخلاقه أو يكون خنجرا في ظهر هذا المجتمع. هذه أهمية حقوق الطفل في الإسلام عندنا. أيها الموحدون، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله موقنين أن الله معكم يسمع كلامكم ويرى مكانكم ولا يخفى عليه شيء من أمركم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ على مصر أمنها. اللهم احفظ على مصر شبابها، احفظ على مصر أمنها وجيشها، احفظ على مصر استقرارها، احفظ على مصر جندها. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه. نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اشف مريضنا، عاف مبتلانا، اهد ضالنا، ارحم ميتنا. اللهم اهد شباب المسلمين عامة والشباب الحاضرين خاصة، خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك ورحمتك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعط كل سائل في جمعنا ما سأل في رضاك، وفقنا لما تحبه وترضاه. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذوقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. لنلقى رضا الله في كل حال.